بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا مشاهدينا الأعزاء. بسم الله وعلى بركة الله تعلن انطلقت الشوط الرابع عشر بمجموع هذه الأشواط. شوطنا الرابع عشر يحمل فئة الإبكار، وهنالك أيضا جائزة سيارة رصدت للفائز بالمركز الأول. نبحر مع هذه الأسماء، نبحر مع هذه الشعارات المميزة إلى المركز الأول، إلى مقدمة هذا الشوط. هنالك أرى مزنة لعبد الله بن سعيد بن خلفان الرشيدي، من يقدم مزنة بالمركز الأول. بينما ننتقل إلى المركز الثاني، أرى على ثاني الأسماء والوصول والتقدم هنالك من غناعة لخالد بن عبد الله بن سليمان المالكي. بينما أنتقل إلى المركز الثالث الوصول والتقدم من اليافل لهزاع بن علي بن حميدي الهداوي، قادما على ثالث الأسماء. المركز الرابع بشاير الخريبيش بن محمد بن حمد الوهيبي، قادما برابع الأسماء. أما المركز الخامس أرى هنالك القادمة وسام أحمد بن عبد الله بن حارب الدرعي، من يتواجد على خامس الأسماء. هذه النتيجة. إذن أيها الحفل الكريم مشاهدين الأعزاء، نداءنا الأول للخمسة الشعارات، للخمسة الأسماء الأولى المنطلقة الباحثة عن الفوز والباحثة عن الانتصار. نعود إلى البداية، نعود إلى المركز الأول. هنالك التغيير على بداية هذا الشوط. بدأت غناعة تقتنع هنا مع المركز الأول، مع الصدارة الأولى لخالد بن عبد الله بن سليمان المالكي. ولكن هنا بشاير على المركز الأول يقدمها خريبيش بن محمد بن حمد الوهيبي. من ينطلق مع بشاير بهذا الشوط بهذا الاندفاع المميز؟ ركز يا أبو محمد، ركز على هذا الموقع المميز، موقع الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني هنالك غناعة على ثاني الأسماء يقدمها خالد بن عبد الله بن سليمان المالكي. المركز الثالث هذه القادمة مزنة عبد الله بن سعيد بن خلفان الرشيدي. والمركز الرابع شوف القادمة على رابع الأسماء، هنالك متعبة جاسم بن محمد بن سيف الدرعي. والمركز الخامس هواجم سعيد بن يعقوب بن عبد الله السعيدي. هذه النتيجة، نداءنا الثاني. ولكن نعود إلى المركز الأول، نعود مع الرقصة، مع غناعة. الله يا غناعة لخالد بن عبد الله بن سليمان المالكي. من يقدم لنا غناعة تقنع الجماهير هنا بهذا الموقع المميز، الموقع الممتاز؟ روح يا ابو محمد، الجماعة واصلين مع غناعة بهذا الشوط، مع غناعة. خالد بن عبد الله بن سليمان المالكي ابو عبد الله من يتواجد مع غناعة. بينما المركز الثاني وصلت هواجم سعيد بن يعقوب بن عبد الله السعيدي. المركز الثالث هملولة بدر بن غدير بن حمدان الوهيبي، قادم على ثالث الأسماء. المركز الرابع هنالك القادمة وسام أحمد بن عبد الله بن حارب الدرعي. ولكن هنا نعود إلى البداية، نعود إلى المركز الأول مع مقدمة هذا الشوط. لا زالت هنا، وصلنا وين؟ الكيل
الأخير، الكيل الخطير، الكيل المثير، يا متابعين يا مضمرين، بقيادة هواجم هنا بهذا الشوط، بهذا الاندفاع المميز، سعيد بن يعقوب بن عبد الله السعيدي من يتواجد أيضا مع هواجم بهذا الشوط، ولكن وصلت هملولة، بدر بن غدير بن حمدان الوهيبي قادما مع هملولة بهذا الشوط، باحثة عن النصر، باحثة عن الزعفران وعن سيارة هذا الشوط. المركز الثالث وسام أحمد بن عبد الله بن حارب الدرعي، يسلم. المركز الرابع وصلت هنالك القادمة أيضا ضو مشعل بن سعود بن حمود الجنيبي، ولكن خلاص معون مع البداية الـ400 متر النهائية. الله 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 يا هواجم 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 مع المركز الأول، مع سعيد بن يعقوب بن عبد الله السعيدي، مع الأمتار الأخيرة، مع الأمتار النهائية إلى شويعي السلام. هذه سبوق اللي يتير الشوط ير لي عليها الأمر، يصدر في الأخير لا يزر اختام هالركيب زر، كأنها تسمع نداء من حد غير. السلامات إلى السويق، سلام يا السويعي، سلام 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 يا الخروس، سلام، تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت أيضا وسام أحمد بن عبد الله بن حارب الدرعي. المركز الثالث أيضا هملولة لبدر بن غدير بن حمدان الوهيبي. هكذا مشاهدين الأعزاء تابعنا التحدي، تابعنا الحماس، نعود بالتهنية والناموس لمالك هواجم أيضا عوض، أو هنا أيضا سعيد بن يعقوب بن عبد الله السعيدي، مشكور يا أبو يعقوب على هذا الأداء المميز الذي قدمته هواجم بهذا الشوط، والسلام إلى المصنعة، سلام يا المصنعة، سلام وسلام السويق، سلام. هكذا تابعنا شوطا رائع مشاهدينا الأعزاء، شكرا للمعلق أحمد بن سعيد بن علي الزرعي على التفاعل. تابعنا شوط هواجم من مثلة أهالي ولاية المصنعة، وحملت السلامات والتهاني أيضا لأهالي السويق بحكم موقع عزبته في ولاية السويق. تهانينا لسعيد بن يعقوب السعيدي وكذلك بدر الخروصي. هذه لحظات الوصول إلى خط النهاية، معلن فوزها بالمركز الأول، قاطع المسافة 6:08 أربعة أجزاء من الثانية. تهانينا لسعيد بن يعقوب السعيدي على حضور نواعم وانتزاع المركز الأول والعرض الكبير اللي قدمته والاندفاع الأكثر من رائع في الأمتار الأخيرة. في المركز الثاني وصول قوي من شعار أبو خالد، وسام احتلت المركز الثاني 6:09 أربعة جزء من الثانية. تهانينا لعبد الله بن حارب بن عامر الدرعي على حضوره وانتزاع المركز الثاني. المركز الثالث وصلت هملولة وانتزعت المركز الثالث بتوقيت زمن مقدار 6:09.46 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لبدر بن غدير بن حمدان الوهيبي ولأهالي بدية على الحضور الجميل ومشاركتهم الفعال في هذا اليوم، وكل الأشواط التي تابعناها تواجدوا كمنافسين على السيارات وأيضا على المراكز الثلاثة الأولى من كل شوط، نجد لهم بصمة رائعة، دليل على قوة الهجن المتواجد التي تمثل أهالي بدية وكذلك كل الولايات التي استعدت للمشاركة في ختام الاتحاد العماني.